الدكتورة خديجة داود الحدابي إحدى نسائي تعز اللاتي لهن الدور الكبير في معادلة الواقع المرير الذي لا زالت تعاني منه المحافظة جراء الحرب والحصار التي تقوم به الميليشيات الإنقلابية. قد نمت خديجة ولدها محمد عز الدين للدفاع عن الوطن، فكانت نعم الأم التي وهبت فلدة كبدها في خبر استشهاده، وهو ما جعلها تواصل دربه من خلال تحويل مبادرة لها في دعم رفاقه إلى مؤسسة شهيدة التنموية. وقفت مع تعز بأن جدت بفلدة كبد محمد عز الدين ليكون ضمن الشباب الذين يدافعون عن تعز وعن كرامة تعز وعن استعادة الجمهورية واستعادة الدولة. كان هذا الدور في البداية، ثم بعد ذلك بعد استشهاده أكرمني الله باتصال لأخت عزيزة لم أكن أعرفها وطلبت أن تدعم تعز عبر أم الشهيد محمد عز الدين، فرأيت أن هذا الخير الذي أتى بسبب استشهاد ولدي خير سيكون عاما على مدينة تعز، فلا يمكن أن أقف يعني دون نجاح هذا الأمر، والحمد لله على توفيقه. هنا انطلقت مؤسسة شهيدة التنموية في البداية كمبادرة في شهر 2 الشهر الثاني مباشرة لاستشهاد ولدي، وتأسست كمؤسسة في شهر 6 2016، ومنذ ذلك الحين ومؤسسة شهيد تساهم في تخفيف وجع مدينة تعز. وبخطى ثابتة مضت مؤسسة شهيدة التنموية التي ترأسه الحدابي للوقوف مع أسر الشهداء والجرحى وضحايا الحرب من النازحين والمهجرين والأسر الأشد فقرا للمساهمة في تخفيف المعاناة عن سكان هذه المدينة. أبرز الأنشطة التي قامت بها أو قمت بها عبر مؤسسة شهيد في البداية تمثلت في الوفاء لشهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم، فكانت أولى المناشط هي كفالات لأبناء الشهداء، بدأت بـ40 يتيما ويعني كثرت بعد ذلك حتى أصبح المكفولين عبر المؤسسة إلى 300 يتيم، وبإذن الله يكرم الله سبحانه وتعالى بخير أكثر. ساعدنا في تسفير الجرحى إلى الهند وإلى مصر، دعم الجرحى بالعمليات داخل الوطن وخارج الوطن، المشاريع الإغاثية بشكل عام سواء السلال الغذائية في الريف وفي المدينة، أيضا المساعدات النقدية، وخاصة كنا نستهدف الذين هم بدون رواتب. هكذا هي الدكتورة خديجة التي لا زالت في الميدان تسعى وتعمل رغم شحة الإمكانيات لمؤسستها، لكنها مستمرة في تقديم العون لمستحقيه. أحمد مكيبر، قناة سهيل.